وللحديث عن لجوء قوى الإطار التنسيقي إلى الزجب العشائر لتغيير كافة الصراعات السياسية قبيل انتخابات مجالس المحافظات، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، أهلا بك. في البداية، ما الجدوى اليوم من استحضار العشائر والخطاب الفئوي والطائفي في هذا التوقيت بالنسبة للأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب الدعوة الذي يقوده المالكي؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. والمجد للمقاومة الفلسطينية البطلة والخلود لشهدائها من الأطفال والنساء والمدنيين. بالنسبة لسؤالك، استحضار العشائر وذهاب نور المالكي إليهم من أجل تزويدهم بمعلومات هي مضللة بما فيها ما يقول أن هناك مواعيد ممكن أن تأخذ مجراها الطبيعي في تحسين حالتهم ووضعهم، ولكنه يريد أصواتهم بالتأكيد. هذه العشائر لم تكن في وارد أن لا تنسى في يوم ما أن هناك 20 عاما وهؤلاء هم في السلطة ولم يبنوا مدرسة ولا مستشفى ولا أي شيء يخدم مصلحة الشعب. وإنهم جاءوا من أجل تحشيد العشائر، لكن هناك عشائر وطنية لم تشارك أبدا في هذه الانتخابات، لأنه معرفتهم المسبقة بأن هذه الانتخابات لم تجدي نفعا لهم، وإنما هي نفس الوجوه ممكن تعاد. لكن لماذا تمنع الأحزاب وصول الخبراء والكفاءات إلى البرلمان أو مجالس المحافظات رغم اعترافهم بالحاجة إلى التنمية والإصلاح الإداري؟ بالتأكيد هم لا يريد وصول هذه الكفاءات والخبراء في البرلمان وفي أي مكان آخر في السلطة، لأن هذه الكفاءات وخاصة الكفاءات الوطنية سوف تخدم مصلحة الشعب العراقي. ولا يمكن أن تمهد لهم السبيل من أجل السرقة، وهذا سرقة المال العام زائدا السلاح المنفلت لديهم، أن هذه المجموعة من الكفاءات والخبراء سوف تضع حدا لهذه الأمور التي تجري حاليا في بلدنا. دكتور محمد، يعني ما خطورة هذا التوجه من قبل الميليشيات والأحزاب إلى العشائر وبما تملكه من ترسانة أسلحة وإعطائها هذا الضوء الأخضر وزجها بالصراعات السياسية؟ حدثنا عن خطورة ذلك. الخطورة تكمن في أنه كلنا شاهدنا الدكات العشائرية التي تحدث بين عشيرتين، ويسقط بذلك عدد من هذه العشيرتين، هي مجرد مدهم بالسلاح من قبل هذا التحالف الذي يسمى حاليا تحالف وطني وغير ذلك، وإنما هو تحالف من أجل تمزيق وحدة الشعب العراقي في تعزيز هذه العشيرة على تلك العشيرة، خاصة وأنهم يعرفوا أن هناك عشائر وطنية لا ترغب ببقائهم في السلطة، وإنما تريدهم أن ينهوا كل ما جاء به الاحتلال من هؤلاء الذين دمروا العراق وفتكوا في مصلحته وسيادته وتوجهاته وبناء مستقبله الأفضل. دكتور محمد، أنت تعلم والمشاهد الكريم كذلك أن الصدر كان قد أكد رفضه للانتخابات المقبلة، ثم يأتي المنع لأنصاره من مهاجمة مقرات الأحزاب. السؤال هنا، هل ترى بالفعل أن الصدر قد تراجع أم أن هناك صفقة سياسية لبقاء أتباعه وإن بشكل غير مباشر في المشهد السياسي بالعراق؟ الصدر أول من أعلن أنه لا يشارك في هذه الانتخابات، ويعرف جيدا أن هناك مجموعة ممكن تأتي، وخاصة بعد أنهم قرروا وجود جدول انتخابي جديد وهو قانون سانتياغو 7. هذا القانون بالتأكيد رح يأتي بهم
بهؤلاء الذين سنوا هذا القانون ووافقوا عليه في مجلس البرلمان. وأعتقد أنه الصدر حاليا بهذا التوجيه يريد أن يعطي للآخرين، وكأنه هو يعني جاد في عملية عدم المشاركة، ولكن لا يجري أي اعتداء على هذه المقرات من أجل السلم الأهلي. أنا باعتقادي هكذا هي الأمور، وإنما هو حاليا مع أنه لا يشارك عدد كبير من تياري الصدري، والمشاركة في هذه الانتخابات لو تجري وسيكون هذا النسبة نسبة قليلة كما تجري في بلدان الديمقراطيات اللي هم يدعون أن هناك ديمقراطية وتغيير، 50% إذا لم يأتوا من المسجلين في هذه الانتخابات، هذه الانتخابات تفقد شرعيتها، وما بالك أنه 18% في انتخابات البرلمان التي شارك فيها الصدر وغيره من التوجهات. وبالأخير هذه الانتخابات جرت لا إنها حقيقة في حالة عدم مشاركة أكثرية الشعب العراقي، وهكذا أتوقع أنه تكون المشاركة كلش نسبة قليلة، وإنما المشاركة ستكون بأعضاء هؤلاء المتواجدين الذين يريدون التوجه نحو الانتخابات من أجل وجودهم في مجالس المحافظات التي هي كما صرحوا التشارنة في انتفاضتهم المجيدة أن هؤلاء لم يجدوا أي شيء لمصلحة البلد، وإنما لجيوبهم الخاصة لسرقة المال العام، ولم يحدثوا أي تغيير جذري في مسائل البناء والتوجه نحو حل مشاكل العراق التي هي من المشاكل المهمة. أستاذ دكتور محمد، بسؤالي الأخير لك، يعني ماذا عن الموقف الشعبي؟ كيف ينظر إلى ما تقوم به الأحزاب من اصطفافات عشائرية وميليشياوية؟ كيف ينظر الشعب إلى ذلك؟ العراقي خلال هذه الفترة منذ الاحتلال عام 2003 ولحد الآن جربهم في وزارات متعددة ومختلفة، ابتداء من إياد علاوي وهم جرى إلى الشيع السوداني. كل هذه الأمور التي تجري حاليا في العراق لم يجد المواطن العراقي أي خير منها، وإنما ارتفاع الأسعار، ناهيك عن عدم بناء المستشفيات والمدارس والطرق والجسور، وكل ذلك هو يفهم الشعب العراقي. ولذلك العراقيين أصبحوا كما يقال المثل مفتحين باللبن، ولذلك لم يأتوا للانتخابات سوى زمرة قليلة من المرتزقة والمأجورين الذين يأتون بهم للتصويت لهم. الدكتور محمد جواد فارس، الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.